يا زين الراحة والفخامة والمكيفات والحركات، بس حنا ندور لعن الله لا يعنينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الساعة 8 وأنا في الورش قعقع، وش مكلفني؟ سبحان الله، من شاب على شيء شاب عليه. وأنت من تبى يقضي لوازمك يا الرجال؟ زبط في مواترك وعدل، وأي شغل عندك كان بغض النظر عن سيارات، عن أمور، مواعيد مستشفى، إلك لعيالك، ترى ما حد جايك يقضي لزوجك. هات اللحم، اشرب المرق يا طلب. ما بالمرق، هات اللحم، اشرب المرق بالاول. هات اللحم، هات اللحم يا ولد. هات اللحم، هات اللحم. ايش رايك في الكفر؟ اوه هذا من انا جاي منه. هذا على مستوى انا دوب عرفت جيبي هالحين. طب نهارني وانت مرتب لك واحد تقول زينه. ما غلطت على نفسي، ثم ما راح بعيد، نزلته وحطيته في شاص ابو سيف يا ابو. استاهل والله. ابو سيف اليوم من انو جاي؟ ابو سيف جاي من مكه ويقولنا بنروح يا خالي جمعه وسبت، خلنا نروح. قلت طيب، وين اروح؟ نبى نروح للبل ولا نروح ندوج ولا نروح؟ منك خوه؟ تبالك خوه، اسالك وين؟ خوه تنسنع وتبالك منوعات، تبى مزعل، تبى سعد جمعه، تبى نجوى كرم، ابي اعطيك من المخلوط اللي عندنا، احنا ما عندنا غير مخلوط منوعات وضحك ومزح، ولا تبى السلق معك؟ السلق قال ممنوع اسبوع هذا قدامنا السلق، انا اخذه. قلت امس منك تسافر مدري وين. ها تغيرت الامور يا ابو. والله ان كان اللي يقول بنيت في طلعت الشمس خطه، وبالليل غيرنا اتجاه الخريطه. اشيل ميزان الروابع واحطه بلشت بيامي وذرا بسيطه. انا الذي قصيت راحه وشطه، الله من بحر قطعنا محيطه. هذا انت. منك خوة يا قلبي؟ لا لا مرة. ألا يا مرة. الجيب وراعي الجيب والأمور كلها. الله يعطيكم العافية، وأنا عندي أشغال هنا ولاني برايح. يكفيك ذيبان. أيوة. احتسب. بس والله إن شارين أخوتك. شارين أخوتك ما عقلها إلا شايف. ما عليه، أنت تبي تعقلها كلها. الله يرفعك. مشاري يا أبو سيف، الشمس طاحت. أنا جاهز على خط النار. حسق سق 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 سق. ما أعرف أسوق. ألا لا تسوق. مرة. بنشرب الشاي يا ابو سيف واللزمة الخط السريع بتلا بيبه. حرام عليك يا خال، حرام عليك، حرام عليك. حنا من عقايله الساعة 2:30 بدال ما تاخذ الناس كريم وتبرد على سبودنا مع القيالية وغسل قريران تسعرني بالشاي. احد يشرب موية حارة؟ خلوني اسيد بدال الشاي يا ابو سيف. انا ما توقع انك يعني. لا والله يا اخي، انا شوف البشرة لبنانية والقلب الداخل اللبناني، المتحركات اللبنانية. ودي يكون برا يمكن بدوي وجلفة، لكن القلب لبناني صراحة. يعني وقت في المدينة أحب أدلع نفسي، لكن في الصحراء لا، قد عمرك خلاص وصلت الصحراء ما عاد فيها أمل تبولة ولا عاد فيها أمل أسكريمات ودلع. ميلها على الشاهي وعلى الصيد رزوز وعلى العصيد وعلى الكد ومن عنة الدول. يا ابو سيف كيف هالشيء؟ لا انا بالله يا اشرب، في احد يشرب نار مع القايله؟ لا حول. لا انت في الموتر بس يا ابو سيف. والله لو انت في حفلي يا خالو، لا انت في الموتر. الله يجعلك بالعافيه يا ابو سيف. طيب بما انك قلت لبناني، في شيء لبناني كذا؟ وش يقول؟ تقول بنت كرم إلك بالقلب ثلاث ارباع والربع الباقي ممنوع. إذا مثلا تجري المشروع شو صدقت معقول؟ أنا اندمر في حذرك، انسفها في حذرك، اندمر المستقبل كله. لا لا المستقبل بالشرك طيب الحمد لله. ضايع؟ وهو حياته ضاعت اليوم عرفتك كنس جام. الكتلة ترباع وباعوا والربع الباقي ممنوع، يعني بدك يعني مو